تتواصل في بلدية سوق الجمعة حملة الصحة المدرسية. الحملة استهدفت تلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، هذا وشملت الحملة الكشف العام على صحة التلاميذ والكشف على الفم والأسنان وقياس نبضات القلب ووزن وطول التلاميذ. اختتمت في جامعة غريان دورة تدريبية بعنوان أساسيات المناظرة. الدورة استهدفت أكثر من 15 طالباً وطالبة، هذا وتأتي الدورة في إطار تأسيس ناد للمناظرة في جامعة غريان. قام جهاز الحرس البلدي غات بالتعاون مع شركة العامة لخدمات النظافة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. المواد التي تم إعدامها صدرت أثناء حملات تفتيش قام بها أفراد الحرس على عدد من المحال التجارية بالبلدية. انطلقت في بلدية أبو سليم حملة تنظيف الشوارع الرئيسية بالبلدية. الحملة شملت تنظيف الأتربة وإزالة القمامة من الطرقات والأرصفة بمنطقة حي دمشق تحت إشراف شركة الخدمات العامة فرع أبو سليم.